على الرغم من أجواء الحرب التي تعيشها سوريا، استمر بعض الشباب في ممارسة هواياتهم المفضلة ومنها كرة القدم، حيث تقرر القيام ببطولة الدوري في مدينة إدلب تضم فرقا تمثل كافة المناطق في المدينة، وقد بلغ عددها 20 فريقا. أنا اللاعب جبران من نادي العاصي درفوش. نحن عم نمارس الرياضة رغم الظروف الصعبة ورغم الحرب ورغم الظروف اللي عم نعدي فيها، والآن مشاركين في دوري قطري مجاور دوري الحمامة، وإن شاء الله ما رح نيأس وما رح يثنينا شيء عن ممارسة الرياضة. وقد جرت تجهيز الملاعب بعيدة عن المناطق السكنية في الحقول المتاخمة وبين الأشجار خوفا من استهدافها من قبل طيران النظام أو مدفعيته. أقيمت المباراة الأولى بين فريقي العاصي ودرخوش وحضرها عددا من المشجعين ولاعبي الفرق المشاركة الأخرى. وعلى الرغم من عدم غياب الطيران الحربي عن سماء إدلب طوال مدة المباراة، استمر الفريقان في اللعب واقتصر الأمر على مغادرة بعض المشجعين الذين آثروا السلامة. لا تريحوا، يلا برافو برافو يلا. انتهت المباراة بتأهل فريق العاصي على حساب فريق دركوش، وخرج الفريقان من أرض الملعب بروح رياضية وسعادة غامرة. أنا عبد الكريم الحلبي، نادي الاتحاد سابقا، تركت من فترة شيء 4 سنين. أنا عم نلعب بدوري الحمامة هون. قيمة هاي الدورة من 10 أيام، بتتألف من 20 فريق من جميع أرياف إدلب إدلب، والحمد لله اليوم ربحنا 2-1 على فريق دركوش. إياد عبد القادر لجريدة الأيام من ريف إدلب.